بعد أن فاقم الزلزال المدمر معاناة اللاجئين السوريين الناجين منه في تركيا، أصبحوا يتساءلون إلى أين يذهبون الآن وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية. إلى أين نذهب الآن؟ سؤال يطرحه اللاجئون السوريون المقيمون في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في 6 شباط فبراير الجاري، والذي دمر آلاف المباني وتسبب بتشريد آلاف العوائل. هذا ما أكدته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها حول مأساة اللاجئين السوريين الذين لا حول لهم ولا قوة في بلد استغل حكامه لجوءهم لتنفيذ أجنداتهم السياسية. وبحسب الصحيفة، فإن اللاجئين السوريين الناجين من كارثة الزلزال والذين يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة للغاية في تركيا باتوا يطرحون أسئلة بعيدة كل البعد عن وجود أجوبة مقنعة بعدما هربوا من ويلات الحرب في سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. وفي التقرير يروي ناج من الزلزال قصته للصحيفة وكيف انتهى بهم المطاف في الشارع، مؤكدا أنه حتى قبل الزلزال لم يكن وضع السوريين جيدا في تركيا، ولكنهم الآن باتوا مجبرين على العودة إلى سوريا التي أنهكتها ظروف الحرب على مر السنوات الماضية بحسب تعبيره. ناجية سورية أخرى من الزلزال تقول للصحيفة إنهم اعتادوا على كل شيء في تركيا بعد لجوئهم كالظلم والعنف والعنصرية، واصفة ما يتعرضون له بالإهانة واللا إنسانية وفق تعبيرها. هذا وتستضيف المحافظات التركية المتضررة من الزلزال المدمر 1,700,000 لاجئ سوري وفق الأرقام الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، أغلبهم يعانون أوضاعا إنسانية صعبة. ينضم إلينا من السويد أحمد مشول، محام وكاتب سوري. أهلا بك أستاذ أحمد. إذن ما زلنا نتحدث عن تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، سنسأل اليوم عن مصير اللاجئين السوريين في المناطق المتضررة التركية من هذا الزلزال. بداية نسأل، كيف تعاملت السلطات التركية مع اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال؟ تحياتي لك ولجميع المشاهدين. الرحمة لجميع الضحايا الذين قضوا تحت الزلزال، سواء كانوا مهما كانت جنسياتهم ولغتهم وانتماءاتهم من السوريين ومن غيرهم، والشفاء وكل الشفاء للجرحى. وكلما اقترب كما تعرف تماما موعد الانتخابات التركية في أيار 2023، كلما زادت العنصرية على اللاجئين السوريين من السلطة ومن المعارضة، وكلما زادت حوادث الاعتداء على اللاجئين ومطاردتهم ومصادرة وثائق الحماية الكلة. الطرح المعروف الصراع السياسي في تركيا على السلطة والفوز في الانتخابات يسقط كافة الحسابات بالنسبة للسلطة والمعارضة وجميع القيم الإنسانية وحقوق الإنسان، ولذلك لم يعد هناك أي أهمية للأصول التركية ومبادئ العدالة والمساواة وحقوق التقاضي واحترام الاتفاقيات الدولية. ومن المعروف أن تركيا التي وقعت وانضمت لاتفاقية حقوق اللاجئين الصادرة على الأمم المتحدة 1951، كما انضمت للبروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية وصادر 1967، والذي تضمن هذا البروتوكول في مادته الأولى المحافظة على المواد من المادة الثانية وحتى المادة 64، والتي تضمنت في تعريف كلمة اللاجئ والالتزامات التي تقع على الدولة التي تستضيف اللاجئين، ومنها عدم التمييز وبالتالي إعطائه كافة الضمانات والحفاظ على ملكيته وحقوقه. فهل تركيا بالنسبة لها كدولة قبلت عملية اللاجئين والتي هي تحفظت على اتفاقية على البروتوكول الإضافي، وبالتالي لم تسمي هؤلاء اللاجئين لاجئين وإنما عبارة منحتهم الحماية البديلة مع الحق عبارة إعادة التوطين في دولة أخرى؟ لكن هذا الحق الذي تم الانتقاص منه من خلال عملية التواطؤ ما بين الأمم المتحدة وما بين تركيا، ولم يسمح بعملية فتح أبواب الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، لم يسمح على الإطلاق بإعادة التوطين، ولكن بنفس الوقت أصبحت تركيا سجن بالنسبة للسوريين، تتم عملية ملاحقتهم ومطاردتهم، عمليات التمييز، عمليات الإقصاء، عمليات الترحيل القسري دون الاستعانة بالمحامين نهائيا، خلافا حتى للدستور التركي والقوانين الأوروبية للاتفاقات لاتفاقية حقوق الإنسان، عبارة أيضا الاتفاقية الدولية فيما يتعلق بموضوع حقوق الإنسان واللاجئين، جميع الاتفاقيات الدولية تخالفها تركيا. إذا
حاليا من خلال هذا الزلزال والذي كشف عمق عبارة العنصرية وعمليات التطرف وعمليات الإقصاء في عملية التعامل مع اللاجئين وعدم مساواتهم مع بقية الناس، بقية البشر. كما تعرفون في الزلازل أو في الكوارث الطبيعية يصبح جميع الناس سواسية أمام القانون، لكن هل أصبح جميع الناس متساوين أمام القانون في تركيا من خلال هذه الكارثة الإنسانية؟ لا أتوقع ذلك، بدليل أن عملية المساعدات سواء كان فيما يتعلق بتأمين مساكن لهم في الفنادق أو في المنتجعات أو في الأماكن أو في المدارس أو حتى في القيام، كان هناك في عملية إلى حد ما إقصاء للسوريين وعدم الاهتمام بقضاياهم. وأيضا فيما يتعلق بقضايا الإغاثة كان على السوريين أن يدبروا أنفسهم بأنفسهم، وهذا بحد ذاته يعتبر إلى حد ما معاناة جديدة على السوريين الذين دمرتهم، وبالتالي لم يلجأوا إلى سوريا بقصد السياحة والاستياف وإنما لجأوا. طيب هذا يقودنا إلى سؤال أستاذ أحمد، إذا هذا التمييز في التعامل مع اللاجئين السوريين بعد أن دمرت مساكنهم، هل هو الذي أدى بهم بالإفصاح عن رغباتهم بالعودة إلى سوريا رغم الأزمات الكبيرة فيها؟ كما تعرف عندما يكون ما بين الموت والموت هو موت بالنسبة للسوريين، فبالتالي أي الموتين يجب أن نختار؟ يعني هناك معاناة في سوريا، بالتالي الذين تركوا بيوتهم وبالتالي تركوا أراضيهم وعقاراتهم وتركوا كل شيء وذاكرتهم عبارة ولجأوا إلى تركيا أو لجأوا إلى بلدان أخرى، كانوا إلى حد ما بحاجة إلى الرعاية والاهتمام. الصدمة النفسية الكبيرة التي عانوا منها بسبب عمليات القصف والقتل التي مارسها النظام وروسيا وأيضا عبارة قوى الاحتلال المختلفة والميليشيات، كان يجب على السلطات التركية أن تحميهم من هذا العصف وهذا القتل وإلى آخره. ولكن عندما وجدوا في تركيا أيضا بدأت في الآونة الأخيرة كما لاحظتم تماما عملية ملاحقة اللاجئين وعملية التضييق عليهم ومحاصرتهم وبالتالي التذرع بأي أسباب انتهى تجاه عملية ترحيلهم دون وجود أي ضمانات من محامين أو غيرهم أو الطعن بالقرارات الصادرة فيما يتعلق بقضايا الترحيل، إذا لم يصب. وأيضا جاء الزلزال المدمر لكي يكمل عبارة هذا المشهد الدموي، هذه المأساة الإنسانية. لم يعد هناك فرق ما بين موت وموت سواء كان بالبراميل المتفجرة أو بالزلازل أو عبارة تحت العصي والضربات من السلطات التركية في عمليات الترحيل وعمليات الترحيل القسري التي هي تخالف الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها تركيا وأيضا تخالف المبادئ الحقوق الإنسان التي بهالحالة تحمي اللاجئ السوري، تحمي اللاجئ مهما كانت جنسيته. هذه الاتفاقيات الدولية التي توقع عليها الدول ثم بالنسبة لها تتجاهلها تماما، وكما تعرفون تماما أن اللاجئين أيضا في شمال غرب سوريا تعرضوا تماما إلى كارثة وهذه الكارثة كانت كبيرة جدا وتبين تماما تقاعس المجتمع الدولي وحتى الأمم المتحدة التي هي لم تدخل المساعدات حتى عن طريق باب الهواء التي كان مفتوحا وكانت تتذرع لأسباب ومبررات، لكن هذه الأسباب ومبررات كما تعرفون كانت منوطة عبارة بموافقة الجانب التركي وكانوا ينتظرون أيضا موافقة بشار الأسد على دخول هذه المساعدات، وعندما ما بعد أسبوع بعد أن قضى معظم الناس تحت الأنقاض ثم فيما بعد سمح وبإمكانيات بسيطة وضئيلة جدا سمح بدخول ومرور بعض المساعدات بعد أن تكبدت هذه المناطق عبارة الكثير من الضحايا والكثير من الجرحى والكثير من التشرد، وما زال الناس حتى الآن حاليا في البرد والجوع، وإذا لم يقتلهم الزلزال يقتلهم البرد والجوع والتشرد والمعاناة. طيب أستاذ أحمد، يعني تحدث عن موضوع ملاحقة اللاجئين قبل الزلزال وقضايا الترحيل القسري وغيرها من هذه الأمور، اليوم بعد هذه الكارثة هناك العشرات أو ربما يعني مئات الآلاف ممن أتلفت أوراقهم الثبوتية أو بطاقات حماية مؤقتة المسمات الكملك تحت هذه الأنقاض، هؤلاء كيف يتم التعامل معهم؟ يعني هل سيتم ترحيلهم أيضا بذريعة أنهم لا يملكون أوراق ثبوتية أم هناك آلية أخرى جديدة للتأكد من حصول هؤلاء على بطاقة الكملك؟ كما تعرف تماما على أنه منذ فترة ومن خلال عمليات الصراع والتجاذب السياسي في تركيا ما بين السلطة والمعارضة، عملية ملاحقة اللاجئين ومصادرة الكملك الذين هو وثائق وهو الكملك ما قبل عملية الزلزال، وبالتالي هم جميعهم يعني عدد كبير منهم طالما أن هناك عبارة خطة لترحيل مليون لاجئ إلى الشمال السوري، عندما لا يوجد عبارة لا حل سياسي ولا منطقة آمنة، لا يوجد أي شيء آمن في سوريا لا في شمال سوريا ولا في كل مناطق سوريا توجد مناطق آمنة، وكان يجب أن يكون هناك توفر شرطان، الشرط الأول عبارة وجود مناطق عبارة آمنة وأيضا وجود حل سياسي، لا وجود لحل سياسي على الإطلاق وعدم وجود مناطق آمنة، والآن ازدادت هذه المسألة الآن في عملية المصادرة
سادي الكمالك، سواء كان عبارة بمصادرتها أو عبارة بتلفها تحت الأنقاض، وبالتالي أصبحت هناك ذريعة أو حجة عبارة لدى عبارة السلطات التركية بعملية الترحيل، باعتبارهم أنهم لا يملكون على الإطلاق، لا توجد أي خطة للسلطات التركية باتجاه عملية تعويض هؤلاء الأشخاص عبارة عن هذه إلا بمقدار عبارة طالما أن خطتهم تقضي بعمليات الترحيل، فخطة الترحيل تتناقض تماما مع خطة عبارة تعويض هؤلاء اللاجئين عن الوثائق التي عبارة فقدوها، وأصبحت المأساة مأساة مركبة تماما، أصبح لا يملك على الإطلاق أي وثيقة، وعندما لا يملك أي وثيقة لا يستطيع التحرك ولا يستطيع العيش ولا يستطيع، وهذا الأمر بحد ذاته يحتاج إلى معالجة ليست بالنسبة للسلطات التركية فقط، وإنما للأمم المتحدة التي تشرف على رعاية شؤون اللاجئين في جميع دول العالم، لكن للأسف كما لاحظتم تماما تواطؤ الأمم المتحدة أصبح واضحا وصريحا، ويتطلب عبارة عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة عن أسباب التواطؤ الدولي، تواطؤ الأمم المتحدة والمنظمات التي لم يسمح لها بدخول عبارة شمال غرب سوريا أو عبارة تقديم العون والمساعدة للسوريين في أوج مأساتهم، مأساتهم الإنسانية، سواء كانت بسبب الحرب الظالمة التي شنها النظام السوري وروسيا وإيران وأيضا بقية الميليشيات، أو سواء كان بسبب الزلزال أو لأي سبب أسباب أخرى. يحتاج الشعب السوري تماما واللاجئين السوري إلى تقديم كل العون والمساعدة، وبالتالي أيضا يتطلب تحميل المسؤولية للأمم المتحدة التي هي معنية بتنفيذ الاتفاقيات الصادرة عنها، وعدم تنفيذ هذه الاتفاقيات وعدم العمل عليها يجعلها هي المسؤولة، وخاصة أنه ثبت تماما بالدليل القاطع كما جاءت في تصريحات سواء كان من المنظمة الدولية أو أصحاب الخبز البيضاء عبارة أكدوا تماما هذا التقاعس. صحيح أن البعض تململ أو بالتالي استاء بسبب هذه التصريحات، لكن هذه التصريحات صحيحة، وهناك أعمال تهديد، لماذا تتحدثون عن عملية التواطؤ لدى الأمم المتحدة؟ الجميع العالم يتحدث عن تواطؤ الأمم المتحدة، إذا ماذا نستطيع أن نفسر عبارة وجود الناس تحت الأنقاض لمدة أسبوع دون أن يكون هناك آليات حفر أو أجهزة إنقاذ عبارة على الإطلاق، وعدم تقديم العون للسوريين في شمال غرب سوريا؟ إذا لم نسميه تواطؤ ماذا يمكن أن نسميه؟ نعم أستاذ أحمد، أيضا يعني في قضية ترحيل السوريين هناك بعد أن أوقفت العام الماضي السلطات التركية زيارات السوريين إلى بلدهم، اليوم فتحت المجال وسمحت بأسمتها الزيارات للسوريين بعد هذه الكارثة. برأيك ما الهدف من وراء فتح الزيارات للسوريين وهي يعني مدة مفتوحة حتى شعر آخر متى نشاء أن يذهب؟ طبعا التباين فيما يتعلق بالقرارات يكشف طبيعة السياسات، طبيعة السياسات واضحة، طالما أن هناك للسلطات التركية خطة لترحيل أكثر من مليون لاجئ، لاحظنا تماما الجثث التي أدخلت، كيف يمكن إدخال المساعدة عبارة عن الجثث ولا يمكن إدخال المساعدات؟ إذن هناك أسئلة كبيرة. أيضا بنفس الوقت عندما يتم عملية السماح للسوريين لأول مرة بدل عبارة من شهر زيارة من 3 أشهر إلى 6 أشهر، هذا يعني أن الذي يدخل إلى سوريا ما الذي يضمن عبارة عودته إلى تركيا؟ من المعروف تماما على أنه لمجرد دخوله إلى سوريا هناك عبارة مخاطر كبيرة باتجاه عودته إذا ما أغلقت الحدود بوجهه، ما الذي يحاسب السلطات التركية؟ لا وجود أي ضمانات تركية قانونية لدى تركيا، لا تحترم الدستور، لا تحترم القوانين، لا تحترم الاتفاقيات الدولية، وبالتالي لا يوجد على الإطلاق أي ضمان على الإطلاق لعودته إلا إذا كان عبارة فتحت دعاوي أمام عبارة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان باعتبار أن تركيا موقعة عليها، وبالتالي سيكون هناك قرارات ضد تركيا عبارة بإعادة هؤلاء اللاجئين إلى تركيا بناء على قرارات صادرة عن جهات دولية وليس عبارة بقرار من السلطات التركية. ومن المؤسف تماما أن تصل تركيا عبارة ما قبل الانتخابات التي كان يجب أن يتم السباق فيها من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان ورفاهية الإنسان التركي، وبالتالي تقديم كل الوضع يعني تحسين الوضع المعاشي والاقتصادي وإلى آخره وتحسين الصحة والعمل وإلى آخره، أصبحت قضية اللاجئين قضية مثل كرة يتجاذبها طرفي الصراع. نعم. الصراع والمعارضة. أشكرك جزيل الشكر من السويد أحمد مشول المحامي وكاتب سوري، شكرا لكم. مشاهدينا نذهب إلى فاصل أخير ثم نعود.